مليون 132 مليون حقوق للنادي الاهلي وغرامات تاخير وامور اخرى 55 مليون فيما لا ترد الشركة على المسؤولين في النادي الاهلي او تليهم اي اعتبار او اي اهتمام. ده ادى النهاردة ان النادي الاهلي طلع بيان على لسان الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق. 100 مليون دول 132 مليون ولا 155 مليون يعملوا ايه؟ الاهلي عارف يدفع مكافآت اللعيبة ولا مستحقات اللعيبة ولا الموظفين ولا الاجهزة الفنية ولا الطبية ولا العاملين في النادي، فبالتالي حقوق الرعاية ديت حق للنادي الاهلي يجب دفعه في مواعيد. الاهلي كمان قال في بيانه ان محدش بيرد عليهم من الشركه الراعيه برزنتيشن ولا يلوهم اي اهتمام، وان هم ارسلوا خطابين اتنين، واحد يوم 5 وواحد يوم 19، ولم ترد شركه برزنتيشن، وده اغضب المسؤولين في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. واكد الدكتور سعد شلبي ان فلوس الرعايه هي حق للنادي الاهلي ويجب دفعه في أوقاته، لكن اللي أغضب إدارة النادي الأهلي هي حالة اللامبالاة وعدم الرد من المسؤولين في شركة بريزنتيشن، وده أدى أن مجلس الإدارة يتخذ قرارين اتنين مهمين جدا جدا جدا. القرار الأول هو تجميد التعامل مع شركة بريزنتيشن. شركة بريزنتيشن واخد حقوق الرعاية وحقوق البث، وده كان بيعني عدم دخول الأطقم الفنية اليوم لإذاعة مباراة الأهلي وسموحة التي تقام في استاد الأهلي والسلام في 9:30، وده عمل أزمة كبيرة جدا. دفع شركة بريزنتيشن والمسؤولين فيها إلى عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي النادي الأهلي اليوم. أيوة يا سيد معاك يا عم. دفعت بريزنتيشن دفعت للزمالك 100 مليون عشان تحل أزمته المالية بتليفون من وزير الشباب والرياضة، عارف يا سيد، ودفعت له فلوس مقدم، وإن الكلام ده يحسب لشركة بريزنتيشن كشركة وطنية تدعم الأندية المصرية وفي القلب منها نادي الزمالك، لأنه قلعة رياضية عظيمة ما ينفعش إن احنا نسيبها نقع. لكن في كل الأحوال احنا نبقى بندفع أيضا مستحقات الآخرين وفي مواعيدها وفي توقيتاتها من أجل إن الناس تاخد حقوقها في توقيتاتها، نظرا لأن دي أمور مهمة بالنسبة للنادي وبالنسبه عشان دفع مستحقات الناس اللي شغاله في النادي. فالنادي الاهلي خد قرار مجلس ادار بتجميد التعاون. طيب نتج عن ده وتفويض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في اي حاجه خاصه بهذا الامر، اي تطورات. قرار التجميد يعني عدم اذاعه المباريات، لان برزنتيشن واخد حقوق البث وحقوق الرعايه، وبرزنتيشن شركة كبيرة، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق وإدارة التسويق في النادي الأهلي أكدوا لمجلس الإدارة من خلال علاقاتهم أن رعاة النادي الأهلي دفعوا المستحقات المقررة عليهم معلش يا جماعة لحظة واحدة، في واحد هنا عديم التربية اسمه حسام الديب، لحظة واحد مش متربي داخل يشتم في نهار رمضان. انا قايل للناس لا نرد على حد شتيمه، واللي يعمل حاجه بلوك وريحوا دماغكم. فلو واحد عديم الادب داخل يشتمنا في نهار رمضان هرد عليك انا ما بردش على حد اشتمام، اشتم زي ما انت عاوز. واحد مش متربي اهله نفسه يربوه انا هربيه؟ طبعا لا، فمش هرد عليه الشتيمه. الله يسهل لك يا ابني. وبعدين احنا لسه ما قلناش حاجه، ده واحد داخل نويت الشتيمه زي نويت الصيام كده داخل واحنا لسه بنتكلم. لا اله الا الله، انتقم منك ربنا يا ابني انت وامثالك في نهار رمضان. اللهم انتقم من كل ظالم يا رب العالمين، وانتقم من كل سارق، وانتقم من كل لص، وانتقم من الواد الحرامي اللي سرقني يا رب العالمين، اجعله للظالمين ايه وللخائنين ايه يا رب العالمين. المهم خلونا في الموضوع. اللهم صل على سيدنا النبي. النهارده حصلت عده اجتماعات واصفرت عن الاتي. اول حاجه تم ارسال شيك فوري. شوف انت ما كنتش بترد على تليفونات عامل واحد ما بيردش على تليفونات، في لحظه ردوا وقعدوا وخلصوا، اللي هو المدير التنفيذي وكل قيادات الشركه قعدوا واتفقوا. واحد ارسال شيك ب 10 مليون الان. اثنين عقد جلسه يوم الاربعاء المقبل لجدوله كل المستحقات والمديونيات المتاخره على برزنتيشن للنادي الاهلي. على برزنتيشن للنادي الاهلي.
وده امر حق، طالما انت حصلت من الرعاة ادفع للنادي. وشركة بريزنتيشن شركة من الشركة الوطنية لكرة القدم، كلنا فخورين بيها وبدورها منذ انشائها ومنذ تأسيسها ومنذ دخولها مجال كرة القدم، فخورين بيها. بس ما ننفعش نأخر الحقوق طالما انك حصلت من الرعاة. لو في أزمة، لو في أزمة كنا احنا نقول لك، لو في أزمة كنا احنا نقول لا نساند بريزنتيشن. لكن الاهلي عنده معلومات انك حصلت من الرعاة، والاهلي عنده معلومات انك دفعت لنادي الزمالك كل متأخراته وجزء من المؤدة، وهذا يحسب لك انك تدعم نادي الزمالك. لكن في نفس الوقت ما بنقولكش ادفع للاهلي مؤدة، لكن ادفع للاهلي في معاده. فبالتالي وافق الكابتن محمود الخطيب والمفوض من مجلس الإدارة على إذاعة مباراة الأهلي وسموحة اللي بتقام مساء اليوم. طبعا عدم حل المشكلة كان هيصعدها لعنان السماء، وفي الآخر هتتحل. ليه لازم تتحل؟ لأن ده النادي الأهلي، ودي بريزنتيشن، وده الزمالك، وده اتحاد الكورة، ودي كرة القدم، والناس هتهاجم الشركة بعنف، الجمهور، ودي شركة كبيرة يعني ولها دور رائع في كرة القدم. فيجب لما يبقى على الأقل في حوار بين المؤسسات الشركة والنادي لحل أي أزمة مالية، أي أزمة اقعدوا حلوها. لكن لا نصل بالأمر أبدا إلى منع فاكهة الغلاب. كرة القدم هي فاكهة الناس الغلاب، فاكهة الناس الغلاب. فبالتالي ما تمنعش الناس إنها تتابع كرة القدم والأهلي ما يزهقش مباراة اليوم. لكن بعد إرسال شيك بعشرة مليون جنيه والاتفاق بعد عدة اجتماعات اليوم على جدولة عقد اجتماع الأربعاء المقبل بعد أسبوع لمنح الأهلي شيكات مقبولة الدفع بكل المستحقات المتأخرة، الأهلي مش له بس 100 مليون زي ما ذكر الدكتور سعد شلبي في البيان، لا، الأهلي له 132 مليون وبغرامات التأخير واصل ل 155 مليون. لحظة، مش هرد على حد. 155 مليون هيدفعوا على اقساط خلال المرحلة المقبلة. والمهم ان الازمة تصاعدت الى مرحلة ان الاهلي يجمد التعامل مع بريزنتيشن. طبعا الاهلي كان يعمل ايه؟ جمد التعامل مع بريزنتيشن. طب لو بريزنتيشن كانت تنتها ماشية وما حلتش النهاردة ايه اللي يحصل؟ وما دفعتش الاهلي عربون جدية العشرة مليون دول، والشيك اللي راح بعشرة مليون ده عربون جدية من بريزنتيشن للنادي الاهلي ان هم هيسددوا المستحقات المتأخرة لديهم للنادي الاهلي. وبالتالي ده امر يحسب لبريزنتيشن انها قدرت خطورة الموقف، ومسؤولي قدروا خطورة الموقف وقال لك الاهلي قال لك كده، قال لك يا عم سند الزمالك زي ما انت عاوز وادفع له كل متأخراته ومؤد، ما عندناش مشكلة، لكن ادفع لي انا مستحقاتي اللي هي 132 مليون وبالمتأخرات 155 وبالغرامات 155 مليون عشان ادفع للناس اللي عندي فلوس اللعيب، فلوس الاجهزه الفنيه، فلوس المدربين، فلوس الاطباء، فلوس الاداريين، فلوس العمال، فلوس اللاعبين في الالعاب الاخرى، فلوس الموظفين، فلوس قطاع الامن، فلوس القطاع الاداري، كل الناس دي بتقبض من حقوق الرعايه والاشتراكات. فالنادي الاهلي مشى نفسه لكن جه في لحظه اتزنق فقرر كده. طب لو الاهلي المساله كانت تصاعدت كانوا الاهلي هيبيع ماتشاته المقبله لاي حد، لان البرزنتيشن واخده بس واخده رعايه. وانا بتكلم لان برزنتيشن شركه كبيره كلنا بنفخر بيه، فيجب على الاقل الاستاذ عمرو وهبي المدير التنفيذي للشركه يبقى في حوار بينه وبين المسؤولين في النادي الاهلي. عمرو زملكاوي، بس يا عمرو انا عارف انك انت راجل محترف وبتعمل شغلك بشكل احتراف، ما ينفعش ما تردش ابدا على النادي الاهلي، على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما حدش ينفع يتجاهله ولا يتجاهل جماهيره. والنادي الاهلي كان ذكي انه طلع بيانه النهارده، وكان اذكى لما خلى البيان باسم سعد شلبي المستشار التسويق. ليه؟ عشان الكابتن الخطيب يبقى بيحل، والنهارده ببدا من التسويق، بعد كده المدير التنفيذي، بعد كده يكون في تصعيد. لكن قال لك ايه في الخبر البيان اللي عمله النادي الاهلي؟ قال لك ان مجلس الاداره قرر تجميد وقرر تفويض الكابتن محمود الخطيب في اي حلول. فلما برزنتيشن النهارده بعتت شيك ال 10 مليون عربون جديه واتفقت على اجتماع يوم الاربعاء المقبل
لدفع شيكات بكافه المتاخرات عليها للنادي الاهلي اللي جملتهم 155 مليون. البيان قال لك 100 مليون او قال لك اكتر من 100 مليون، معلوماتنا من المسؤولين في النادي الاهلي 132 مليون والباقي غرامات تاخير. فمباراه الاهلي وسموحه مذاعه اليوم، وحسنا فعلت برزنتيشن والنادي الاهلي، ناس مسؤوله سواء في برزنتيشن او في النادي الاهلي بيقدروا الموقف. كان ممكن لو في حد ارعن مسؤول في النادي الاهلي كان يقول لك لا انا عاوز النص، هيجيب لك منين النص النهارده؟ صعب يجيب لك النص النهارده، لكن اديله وقت وفي دليل جديه والامور بتمشي بفضل الله تعالى. فالحمد لله تم نزع فتيل ازمه برزنتيشن بين النادي الاهلي وبرزنتيشن، واعتقد ان الفتره اللي جايه ايضا هتشهد ان برزنتيشن تدفع مستحقات كل الانديه في الدوري الممتاز اللي بتشكو من عدم حصولها على مستحقاتها في توقيتاتها، وخاصه الانديه الشعبيه الاتحاد والاسماعيلي والمصري والزمالك، لان دول اهم الانديه الشعبيه. وباقي الانديه طبعا هتاخد مستحقاتها، لكن انا بتكلم على الانديه الشعبيه والجماهيريه اللي اصلا يعني ايه يعني ما عندهمش وسائل دعم كبير. العشرة مليون عربون جدية، اعتبر الأزمة كلها اترحلت اليوم الأربع اللي جاي، لكن أنا بجيب لك معلومة مش عند حد. المبلغ 123 مليون وبغرامات التأخير 155 مليون، 155 مليون. فهنا احنا بنقول لك كل حاجة أول بأول وغير اللي بيقال في كل حد. وتم نزع فتيل الأزمة. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. في ازمه بسيطه نشبت في النادي الاهلي، عرفت تفاصيلها اليوم رغم تواجد محمود عبد المنعم كهربا في تشكيله النادي الاهلي التي ستواجه سموحه مساء اليوم في المعسكر. محمود عبد المنعم كهربا عمل حلقه جباره مع الاعلاميه بسمه وهبه في برنامج العرافه اللي على قناه المحور، وعامله الصراحه برنامج ناجح.